استقبل محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر عددا من الوفود المشاركة في المهرجان الدولي للفنون الشعبية المقرر إقامته في الفترة من 21 حتى 26 من الشهر الجاري بمشاركة 23 فرقة عربية وأجنبية ومصرية تقدم فنونها المختلفة على مسارح المحافظة. كما قام طاهر بجولة تفقدية للاطمئنان على سير الأوضاع الأمنية ومتابعة آخر الاستعدادات.